عدنا لحضراتكم مرة أخرى. اليوبيل الذهبي أكتوبر 1973، اليوبيل الذهبي 50 سنة على هذا الانتصار. ونبدأ معكم خطوات الاحتفال، نبدأ معكم خطوات الذكريات المختلفة، أبعاد مختلفة. دي ما كانتش حرب، ده كان انتصار. دي ما كانتش نهاية المعركة، ولكن كانت الفصل في هذه المعركة. واحنا ما زلنا مستمرين. اوعوا تفتكروا، اوعوا تفتكروا ان احنا بنهاية حرب اكتوبر انتهت دور القوات المسلحة او الحروب او المشاكل اللي بتواجهنا، بالعكس. ولكن تذكروا ان هذا الانتصار عدى عليه 50 سنة. اعود لسيادتك سيادة اللواء نصر سالم، كنت بتحدثني ان انت رحت سنة 70 في مكان، فبتسأل فين بقية الظباط؟ قالوا لك ده ورا خطوط العدو. بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ يعني لما صدرت الاوامر للجيش في انسحاب في سنة 67، الجيش انسحب وخلاص. يوم 9 يونيو نسفوا المعابر عشان ايه؟ ما فيش قوات اسرائيليه تعدي وراهم. بالظبط كده القياده فوجئت ان ما زالت عناصر القوى الاستطلاع بتاع القوات اللي انسحبت دي ما انسحبتش. ليه؟ لسبب فني بسيط، ان اول ما في حرب يبقى الاستطلاع ده شغلته انه يراسق يصاحب العدو، ملوش دعوه بقواتنا، ملاصق للعدو يبلغ عنه. انتوا كنتوا بتقعدوا تتفرجوا على الاسرائيليين من جنبهم؟ بجنب في وسطيه. يعني ايه في وسطيه؟ ايوه، ما دي شغل، ما انا جاي اكمل لك. فالمهم ايه؟ لقوا القوات العناصر الاستطلاع دي بتتصل لسه. فدي كانت أول نقطة، قالوا بس خليكم زي ما أنتم. وبدأ فورا، بس دي كانت عناصر حجمها كبير، يعني معاها عربيات مدرعة واللي معاه دبابة كده، بس برضو تقدر تستمر كمان أسبوع بالكتير الوقود. كانوا مستخبيين؟ ما هو لازم يبقوا متداري. متداري بدبابة؟ متداري فوق جبل، في بيستخدم في تكتيكاتنا كده. تمام. فكان ده خلاص لازم إيه؟ نجيبهم دول وندخل عناصر تانية. وبدأنا نجهز عناصر جديدة بقى، إيه؟ عبارة عن أفراد بس، 2 لـ3 فرد، وبيدخشوا بمعدات بشكل معين، وبدأوا دول يدخلوا ونسحب اللي هناك. المعدات مش مشكلة، دمروها وسبوها ونسحب المجموعات اللي هناك. المجموعة دي مجموعات مرة تقعد شهر وتنسحب، مجموعة أخرى تخش شهرين، 5 شهور 6 شهور. يا فندم بعد إذن حضرتك، 5 شهور 6 شهور خلف خطوط العدو؟ أيوة عادي. بتاكل منين؟ رايح جاي. لا، كان في الوقت ده بياكل فين؟ ده انا بقى تسالني السؤال ده. انما اللي داخل قبل كده ده داخل منظم باسلوب مخابراتي، ان هو يقعد وفي من القبائل اللي موجوده بنتعاون معاهم. ايوه. انما أيوة. طول ال6 سنين دول لم يخلوا جبل في شبه جزيره سيناء من مجموعه استطلاع خلف خطوط. سيناء كان الكتاب مفتوح. اقول لك حاجه اجمل من كده، جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان حريص ان قادة المجموعات دي ما ترجع يقابلهم. ويقابلهم فين؟ في بيته بعد بالليل، ويقعد معاهم سهرة، ويقعد يتكلم معاهم، اب بيكلم ولاده. فدي كانت، انت عارف، عامل، انا واحد من الناس اول ما رحت وعرفت انا نفسي اشوف عبد الناصر، عايز ادخل عشان اما ارجع اقابل عبد الناصر. عشان بس ارجع اقابل عبد الناصر، فاشوف معنوياتنا. وهو كان ليه كاريزما، نقعد نسال الضباط اللي قابلوه، ها وقال لكم ايه وعملتوا ايه كده يعني، واخد بالك. فده موقف. احنا بقى مع الحرب لازم نخش بشكل تاني، مجموعات تانية غير دي بقى، لان انا مهمتي بيبقى اكثر التصاقا بالعدو، ولازم اتابع بشكل معين، ولازم ابلغ على مدار الساعة غير التاني اللي بيبلغ بشكل ما. يعني في 67 ايام حرب الاستنزاف ووجودنا بعدها، سينا ما خليش جبل كويس خالص. وكانوا موجودين، واتدربت انت خلال 3 سنوات مع هذه الفرقة. تمام. ودخلت بقى يوم ايه؟ 6 اكتوبر. 5 اكتوبر. 5 اكتوبر خدت المهمة بالليل، 6 اكتوبر الصبح اتحركنا على المطار. رحت مطار الماظة، انا قاضي كاتبة واخدنا اكتر من مجموعة، هنركب طيارات هليكوبتر وندخل. امتى الحرب ما نعرفش، مش هي دي المشكلة. واحنا قاعدين كده في مطار الماظة في قاعة كده، وانا في شباك قدامنا كده، انا شايف الممر بتاع مطار القاهرة الدولي، اشوف الطيارة وهي نازلة عليه، لكن مش نازلة، بشوف الارض يعني. فانا واقف جنب الطيارة اللي بنسق معاها هنعمل ايه وكده، ببص لقيت الطيارة تبليوف 16 اللي هي القاذفة الاستراتيجية دي، فردة وراها المظلة الفرمالية، ونازلة من العرنوية مطار القاهرة الدولي. فهو بيبص معايا على الخريطه وبنتكلم، فانا لمحتها ورحت غمزه في ايده كده، قلت له ايه دي؟ شايف دي؟ فبص كده وراح باصص لزمايله، الضربه تمت. قلت له ايه الضربه تمت؟ ايه ده؟ تعالى هنا، يا الحرب بدات. قال لي دي الطيارات الضربه الجويه راجعه.
رجع طبعا لا تتخيل مشاعر تانية خالص. انا داخل مهمتي 6 ايام، معايا 6 ايام اكل وست ايام ميه، الميه زمزميه لتر ميه زمزميه، والاكل 750 جرام اكل، كل ده بعد اذنك. لتر ميه لست ايام، لتر ميه لليوم. لتر ميه لليوم خلي بالك اللتر ده بعد كده قعدت بيه 3 ايام واربع ايام وخمس ايام وهكذا، وبعد كده ايام من غير ميه خالص يعني. وال 750 لا ثانية لا معلش ما هو بعد اذن حضرتك اتفضل معلش، اصل دي تفاصيل. ايوه اعتقد ان احنا من حقنا، انتوا بالنسبه لكم انتوا اتدربتوا على ده. أي. احنا ما نعرفوش. ما انت لما تيجي تقول لي انا كبني ادم طبيعي انا مطالب ب 3 لتر و 4 لتر عشان ابقى على قيد الحياه في اليوم، ان حضرتك بتعيش بلتر ميه، ده واكل نايم شارب مستحمي مع كل حاجه، هو كل يوم شاور كل يوم و 750 جرام اكل. ايوه انا اعرف ناس بتفطر ب 3 كيلو مثلا. لا 750 جرام اكل. طب يا ريتها دامت يا استاذ محمد. يعني ايه؟ ده انت بتتكلم كلام. طب حلو اسمع، انت كان مهمتك 120 يوم، 120 يوم بنشرب بغطا زمزميه، يعني لا يتجاوز اللي احنا بنشربه في اليوم 20 سنتيمتر مكعب ميه. ده الشباب المفروض يسمع الكلام. 120 يوم لحد الدنيا ما مطرت ونزل مطر بقى والجبال اتملت وبقى فيها بحيرات وبقينا نعوم وحاجه تانية في الجبل بقى، خد بالك جبال سينا. فهنا عايز اقول لحضرتك ان المهم يعني انا واحنا كده عرفنا ان الضربه الجوية النهارده. انا احنا ما احنا اتربينا ايه بقى؟ نشوف التربيه بتاع المصريين الغيره اللي الصح ان احنا كل واحد عايز يعمل مين اللي يسمع. خدوني معاكم. لا اسال الاثنين الضباط اللي معايا المجموعات، انت هتركب الهدف بتاعك انت؟ قال لي الليله. وانت هتركب الهدف الليله؟ انا. وانا هركب الهدف بتاعي بعد 48 ساعه دم غلي. هو هيوصل هيركب، همشي 20 30 كيلو بعد الطياره ما تنزله ويركب. انا همشي 30 كيلو اول ليله وتاني ليله 35 كيلو، بس خلي بالك احنا شايلين كام؟ 50 كيلو جرام على كتافنا، مهمات ومعدات وحاجات منه. 50 كيلو جرام طبعا خلف خطوط العدو. كنت كان حضرتك كان معاك زميل ولا انت معاك اتنين زمل. جنود تمام. المهم طبعا انا الدم غلي، ازاي انا الحرب قايمه ولسه الهدف بتاعي 48 ساعه ما وصلوش؟ قائد الكتيبه معايا الله يرحمه، رحت واخد بتاع الخريطه مطلعها من كده من دومي، وبدل ما هي ضلعين كده رحت واخد وتر. الوتر ده 55 كيلو على الخريطه، يعني يزيد عن 60 كيلو على الارض تمام. ما رضيتش اقول له السبب. ليه بقى؟ لو قلت له ممكن لو قال لي لم يتصدق ما اقدرش. انما انا لوحدي ما دام نزلت في ارض العدو زي ما بيقولوا انا سيد قراري موقفي وانا اتصرفت فيه وقد كان. المهم انا نزلت الطياره، نزلتنا على الارض الساعه 6 يوم 6 اكتوبر 6 مساء، تنيتي ماشي لحد الساعه 5، 11 ساعه متواصل كل واحد فينا شايل 50 كيلو على كتافه وماشيين. قطعت ال 55 او ال 60 كيلو في ليله، ركبت الهدف. أول بلاغ يوم 7 أكتوبر الصبح بلغة مدرعة. كان الطيران بتاعنا بيضربوا الساعة 5 قبل آخر ضوء بساعة يوم 7 أكتوبر، دمر منه التلت كتيب الدبابات. ولم يتحرك اللواء ده في اليوم. حضرتك اللي بلغت باللواء المدرع اللي كان داخل بال 300 دبابة باين؟ لا لا ده أنا كان ورا لسه، ده بقى خارج، ده أنا بعيد عن القناة 150 كيلو. انت جوه في العمق. 150 كيلو بعد عن القناه. ده لسه ما هو القياده مخططه ايه؟ ان ده لسه على ما يتحرك مش قبل يومين. بس انا كنت لسه ظابط صغير ما عنديش فكره. والحماس واخدني، انما اللي مخطط عارف ان مش هيحتاج معلومات من هنا قبل يومين. فمخطط لي ان انا اوصل على يومين. انا قطعتها في ليله وركبت. وهو اللي هو بيستعد لسه هيتحرك. فقبل ما يتحرك كنت انت مبلغ. الطيران ضربه أو في يوم 7، هو المفروض هيتحرك يوم 8 أو هيتحرك يوم 7 بالليل. اتضرب طبعا، ده بقت معنوياتنا في السماء. وفي مطار كمان قدامي هناك كنت ببلغ عنه، اتضرب ده ثلاث مرات، وكل ما يعيدوه تاني يتقفل. يا بيه ثانية واحدة، حضرتك مشيت 60 كيلو في وسط حرب. ده حلو قوي دي. يا فندم بعد إذنك يا سيادة اللواء. أيوه حماس الشباب والتحرك وشال 50 كيلو، انت ماشي في وسط حرب حواليك. ايوه في ارض العدو. اول حاجه شفتها ايه من اشتباكات؟ لا مش اشتباكات، انا بعيد. ما هو انا الطياره اولا. ايوه يعني الطياره واحنا داخلين، انا داخل كان معايا كتيب الصاعقه وكلنا كنا راكبين الهليكوبترات مع بعض وداخلين من جنوب سيناء تمام.
الطيارات دي اتضربت، اتعرضنا للضرب يعني ايه؟ يعني بقى الصاروخ عدى الطياره جنب ممكن تتضرب تدي كده، وربنا نجانا وعدى الطياره. والصاعقه نزلت برضو العدد الكبير منها ونزل وقفل هذا المضيء لمده 20 يوم من 6 ل 26، مفيش دبانه من اسرائيل قدرت تعدي منه، رغم ان كان في 30 راجل بس من بتوع الصاعقه. 30 راجل من ولادنا ظباط صاعقه وعساكر الصاعقه. قفلوا هذا الممر 20 يوم ما قدرت اسرائيل تعدي منه عربيه ولا دبابه ولا اي حد. مضيء صدر ده لحد وقف اطلاق النار. فلا لا في حاجات كتير اتعملت. انا لما نزلت، نزلت بقى ايه؟ جوه حوالي يعني بعيد يمكن حوالي 100 كيلو من القناه، ومفروض مني انا اكمل بقى ايه؟ ال 50 كيلو دول ماشي. انت كنت في عمق سينا. طبعا احنا ما دي شغلتنا. ان احنا بنجيب ما عشان الطيران يضرب، الصواريخ تضرب، المدفعيه تضرب، دي شغلتنا. فاحنا من اول الحد الامام القناه لحد اسرائيل نفسها لنا عناصر شغاله. ما انت فاكر الحرب ازاي؟ لا لا ده حاجه